اللي وقع وليدي هو ان ولدي كان نعس، نعسنا عادي مع الجوج الليل فاق. ملي فاق قال لك امي هاد الصداع ضرني في راسي، رانا عا كنتقلب رانا عا كنتقلب مبغاش. قلت لي سير وليدي طلع قرا شويه ديال القران، قرا المعوذتين، قرا شي حاجه باش نعس. مشى طلع طاح يقرا في القران عادي بصوت مرتفع، بصوت مرتفع كيقرا في القران، وكنسمع فيه كنقول ربما يخطا، ربما يخطا في هاد الايات، ولكن ما خطا حتى في حاجه، حتى حاجه ما خطا فيها. قلت الحمد لله. جا عندي قال لي امي غير عطيني باش نكمي، رانا بغيت نكمي قويروات باش نحس. انا تعاكست معاه ما بغيتش نعطيه، خفت ولا يخرج الزنقه يلاه خارج من السبيطار ليعود يكمي لي شي حاجه ويجي انهيار عصافي. ما بغيتش يرجع لحاله الادمان، ما بغيتوش يرجع لحاله ديال الادمان. تعاكست معاه هو يقصدني، كانت جوجونس ديال الليل، ديال الليل. وفعلا حنا حدانا واحد المخبزه يلاه تفتحت، خدمت في العيد 24 ساعة 24 ما كتوقفش هذيك المخبزه. وملي سالاو داروا النيطواياج، وداك النيطواياج اللي داروه بركو كيديروا في هذيك يدفعوا في البوطات خاوين هك هك الخدامه، راه انتم عارفين لا مبالاه، راه انتم عارفين الخدامه لا مبالاه. يعني ما دايرون جاكم ما دايرون جاونا كلنا ما نعسناش، ولكن حنا جارنا ما نقدر نقولوا حتى شي حاجه، سكتنا. بقيت كندير مع الدري، ععطيته 1000 فرنك بالحساب، عطيتو 1000 فرنك قلت ليه سير جيب قويروات. ايه ما بغيتش نعطيه، خفت عليه. اولا الطبيبه كتقول لي ردي معاه البال اللي يكمل شي حاجه، وخسر 7 شهور هو ناعس في السبيطار. 7 شهور اوليدي هو ناعس، والمصاريف على الجهد والدواء غالي وكل شيء، وما عدوا لا لامو لا والو، ما عدوا لا لامو لا والو، ما استفدنا حتى من شي حاجه. دفعني على قبل الفلوس، دفعني انا ناعس ودفعني، قال لي امي جبدي الفلوس عطيني باش نكمي. واللي عطيتو غير عطيتو مشى بحالاته، هبط مشى ما لقاش، لقى كلشي ساد، تنسيق لينا كاع الخبار. ما سمعكمش كاع. ناعس با ناعس. اييه. ناعس. خرج للزنقه مشى جاب الكارو، جاب الكارو تلقاها شي واحد بغى يقلعوا لي. انا في الزنقه ما بغاش يعطيه. ما لاحظت الساكات ما بغاش يعطيه. تناقش هو وياه، اللي تناقش هو وياه، هذاك خينا طاح يسب فيه. الاخر تا هو قال لي واش نعطيك بزز؟ انا ما غنعطيكش، انا راه عندي هادو يلاه يكفيوني، ما عاد 5 يلاه يكفيوني، راه الساكات كلشي ساد. عرفوش انا هذاك الولد عمري ما شفتو. صافي طاح يتناقش مع ولدي، ولدي ما عطاش، طاح يسف ولدي. ولدي قال لي هود لي، ولدي طلع شويه طاح يقول لي هود لي وهو ناقشوا مع هذاك الدري الله اعلم به كيفاش حاله. هو اللي سب ولدي بعد ما عطاش الكار. ولدي طلع الفوق طاح يطلع عليه من فوق ويقول لي نعطيك بزز، انا ما غنعطيكش، انا ما غنعطيكش. هذاك الدري مشى شويه رجع هو يبدا يضرب لينا في الدفه، يضرب في الدفه، يا ما انت غادا تحل الدفه هو تساورت، يا ما انت الدفه غادا تلاح، يا ما انت ولدي خايف من الدري ما هوتش عدو. شويه دار السلوم ولدي ديال الحديد، ودار رجل في الاخر ديال السلوم، وفي الاخ وفوق الحيط صافي منو الزنقه لهي. حيد السطح. حيد ديال السطح. علاش؟ دارو كيغوت هكاك صافي جاتو الحالة. جاتو الحالة. الوليد داك مريض نفسي اللي ما كيتحكمش في الأعصاب. لا ما تحكمش في الأعصاب ديالو. بدا كيغوت. بدا يغوت وأنا باللي بدا يغوت الدري وأنا نهوت على الدراجة. قلت ليه الحي كي؟ قال لي نعم. قلت له واحد خينا راه جم علينا، راه تبع الدري على الكارو. وايلي قال لي مشكلة هذا، قال لي خليني رانا عيان، خليني. سدوا بابكم قطعوا على حسكم، سدينا الباب قطعنا على راجلي ما هو صعب كيقول لك سدوا بابكم، دائما سدوا بابكم قطعوا على حسكم كانكم ما كاينينش. غادي قال لي علاش؟ قال لي قلت لي غنمشي نديكلاري بعدا، قال لي لا ما نخرجش. قلت لي ما تكميش ليا الكارونا، باك الكارو راه كيخلقوا، خرج برا. خرجت الدري ومشيت، خليت الدري في الزنقه ومشيت. كوميسيريو تعطلت باش نجيب البوليس لهذا، نجيب البوليس لهذاك السيد وولدي، تا ولدي كنت غادا نرجعو. ديك الا كنت قلت الا جا البوليس خاصني ندي ولدي لحت ولدي خارجه بيرميسيون، خاصني يرجع. لقيت ولدي بارك في الزنقه راه شابو خليته بارك في العتبه يكمي. كانوا معايا البوليس وقالوا لي ها هو. وانا نقول ليه انت في الزنقه، انا نسيت انني خارج. هو يقول لي انا في الزنقه سديتي عليا ما لقيتش السارت باش ندخل. قلت له باك ياك ما درتي لي شي حاجه؟ قال لي لا، انا ملي خنت على قوت الله كبار. قال لي انا لا، انا بالخليتين راه ما عندي لا سوارت لا والو. ملي الراجل طلعت على الدو لقيته سخفان، قلت ليه الحيكي قال لي بيدوها كي مالك قال لي ديري لي ماي ها والعسل.
كندير ليه ديما الميه والعسل. سخاف من الاول سخفان اول نضار النهار كله هو في لا ضياحي وكيتقيا وناض الصباح ديك البره. قلت ليه الحيكي ما تدوكش البره ما تدوكش البره ما تدوكش البره الا كنتي فيك لا ضياحي هاد البره اش غتحرك بحال هكا هاد البره ما غتحرك والو ما كاين ما يتحرك حتى كتقيا وفيك لا ضياحي شاد البره اللي كان هي يردها نجيو باش يشهد الله قبل سيمانه هو كان زوين ولا زوين نهار العيد بالفرحه ديال العيد طيتو حسن وجهو وبرك معايا بالفرحه ديال العيد برك معانا ما هو ديما نعس ما كيعرف جوج من ثلاثه ثلاثه من جوج من ثلاثه الربعه من دا نعس. سولته اشنو قال كي الحكي شنو بك قال لي ما بيا حتى حاجه ايه حتى حاجه ما بيا قلت لي ما طع قال لي راه الخبيط خبيط في الباب قال لي الخبيط في الباب رجيت لجات الله قلبت وليدي باش يشهد عليا الله راه هذاك راجلي وهذاك ولدي راه انا مقلده الا كاين عخبشه ما نرحمش نقول راه لقات من فوق الصح نقول راه دار شي حاجه ما نثقش فيه ولكن راه ما فيه حتى حاجه رانا هزيت القميجه وليدي تلي عريت الصدر قلبت الراس وفلامور مغسل ومشيت مسلي هنا على جبتو وما شعرتش تحيت الميكا وما حسيت راسو ما فيه حتى حاجه راجلي وقال لي الطبيب كي دكتور هذيك روح عزيزه عبد الله هذاك ولدي هذاك راجلي الله يجازيك خير واش راجلي فيه شي حاجه قال لي راه ما فيه حتى شي حاجه بقاو يا الله باش يقادوا الامور هو يجي عندي واحد السيد قال لي راه مات توفى مباركه في راسك سكت قلبيا انا ملي قالوا لي بحال هكاك شدوني البوليس وداوني ايوا هذيك الخلعه هنا باقي ما داوش شنو قلتي لوليدي اش قلتي قلت لي قول لي شنو بيه قال لي انا ما وصلت ليه ما لحقت ليه انا سديتي عليا لقيت في الزنقه الا وطاح يقرا في القران وطاح يغوت قال لي لا انا ما دخلتش كنخرج بيرميسيون دابا ديما كيبقى نعس السبيطار لا كيخرج بعض الخطرات وكيبقى ولكن هذه المره طول لحت عنده القلب عطاه واحد الدواء خفيف بزاف اللي هو كيتمشى داك العلاج ديالو كي بواحد الطريقه خفيفه بزاف انا بعدا ما غنتهمش ولدي شت الحقيقه ايوا بالنسبه للبوليس قال والله وعلم راه قال لي هذاك السيد انا ما غنعطيكش الريزلت انا ما غنعطيكش الريزلت غتشوفي مع البوليس ما كيقول لي والو كيقول لي امي انا رانا بخير وعلى خير قال لي كيقول لي امي انا راه بريء من هادشي واش انا امي غندير هادشي واش تصوريني انا غنضرب با غنضرب ابي هو مريض بعدا الراجل ما كيقيش تيزيد الراجل ما تيقيش تيزيد مسكين راه كيمشي على العكاكس راه ما تحت الناموسيه على العكاكس كيمشي ومات خليته فوق الناموسيه ومات فوق الناموسيه باش يتشد الله الناس اللي كتهم الناس كتقول شي حاجه اللي ما هياش في بلاصتها الله سبحانه وتعالى هو اللي غيجازيهم على نسالاتهم الروح عزيزه عبد الله راه ما نقدروش نشد حتى حاجه ونقولوا ديك الحاجه كاينه وما نقدروش نقولوا بحالكم هادشي راه خطير بزاف هادشي خطير ان الناس في الزنقه ما كيطلعوا عندي ما كيشوفوا كيشوفوا الراجل بعد الخطا كنهودو مسكين راه كيمشي على عكاكس راه كنهبطو مسكين بواحد الحاله وكيسخف وكيقول لي شوف كيسخف بزاف وكيقول لي انا راه السخفه قتلاتني كنقول لي الحكي عاود شي على الطبيب كيقول لي الطبيب والله كان كيمشي عيا كنت كنعلق ليه السيروم هنا في الدار وكنعلق ليه الدواء هنا في الدار كيتخلط بالغبره والسيروم كيدوز ليه فدي كيقول لي رانا عيطت الطبيب عخليه في القلب ديالو كان كيقول لي قلبي كيخفق عليا بزاف رانا كنسمع الصوت ديال قلبي رانا كنسمع الصوت ديال قلبي با ديما كان كيقول لي رانا وبعض الخطرات كيسخف كيكون ناعس في جوج اللي في ثلاثه كيقول لي نوضي شعلي الضوء نوضي شعلي الضوء نوض نشعل الضوء ونبرك حتى ونقول لي مالك الحيك كيقول لي راه جاتني واحد الحاله رانا تخنقت نحل هذوك الشراجم ديال الزنقه نحل الدنيا ونجي حداه وندير النشاشه وبقيت كيقول لي مابقاش عندي البرد رانا تخنقت انا جات رانا تخنقت هذه هي الحقيقه وليدي